المالديف انا معقل قلت لكم ما تهنينا بالقهوه، ما شربنا قهوه، ما عندهم ستاربكس، ما عندهم ايس امريكانو، انا عقل متعودين على مو القهوه الحاره، القهوه البارده الثلج، فما كان في هذا الشيء. حاليا يا اطلع حرتي ويعني ابي اشرب كل انواع القهوه هذا بالمكان اللي انا وصلت له بالكافيه. والله ابي اشرب قهوه، ابي سبانش لاتيه، ابي ايسد امريكانو، ماكو ما كان فيه. فالحين يعني ما ادري ايش كذا انا راح اطلب. طبعا انا صار لي فتره كل ما ادش انستغرام ولا اشوف سناب اي احد او مثلا احد مرفوجاتي وايد اسمع عن سوينج كوفي هاوس. هذه قهوه صار لها سنه فاتحه بالمنطقه العاشره، فحبيت ان انا اي اجرب واشوف المكان والاجواء. وما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله طابور طابور، يعني ودي اصور لكم طابور بس ما في ناس بين. ما شاء الله وايد زحمه على القهوه ومكانها وايد حلو. يعني الحين بدي اصور لكم الاجواء. دقيقه، في عندهم قعدات بالظبط، قعدات خارجيه. الحين بديش داخل وبشوف شنو البست سيلر. اول شيء الحلو اللي حبيته بالكافيه وصدمت منه انه شباب الكويتيين اصحاب المحل هم اللي يشتغلون فيه. شنو البست سيلر؟ عندنا الهيزلنت لاتيه وعندنا الباشن تي، هم البست سيلرز الحين بالوقت الحالي. احنا بنفس الوقت دائما نخلي المنيو متغير، يزيد يزيد وينقص، يعني على حسب السيزن على حسب الايفنتس. يعني احنا بالرمضان اللي طاف جبنا الزعفران لاتيه، برمضان هذا بننزل هم مشروب جديد، فدائما عندنا مثلا بالصيف وبالشتاء هم ننزل مشاريب. مثل ما سمعتوا كل سيزن ينزلون شغله جديده بالمنيو، هذا الشيء الحلو ان المنيو مو ثابت. بالشتاء مثلا عندهم درينكس معينه ينزلونها، برمضان كل رمضان ينزلون شغله جديده، بالصيف اشياء ينزلون عليها. فانا اكثر شيء الحين متشوق ان انا اجربه الهيزل نوت لاتيه والفاشن تي. هذيل الشيء البست سيلر حق اللي يحب الشاي والنزيل الفاشن تي، طبعا كل مشروبات بارده حق الصيف، وحق اللي يحب القهوه مثلي الهيزل نوت لاتيه الحين بجرب. ترى الكافيه موجود بالمنطقه العاشره، بحط لكم الاكونت علشان تشون تشوفون كل الدرينكس اللي ينزلونها مع السويتس. غير كذي العنوان موجود مع التفاصيل اللي تبونها او حتى اذا تبون لوكيشن. والحلو انه يوصلون بكرج، فاتحين من الساعة 6 الصبح للساعة 11 بالليل. الحلو انه فاتحين من الساعة 6، يعني اللي حاب ما تاخذ قهوة قبل الدوام يجيب ما راح. اول شيء حبيته بالكافيه انه اتس فاميلي بزنس، كل اللي قاعد يشتغلون بالكافيه او اصحاب الكافيه كلهم كازن يصيرون حق بعض، هذا شيء وايد حلو. غير كذي السويتس اللي عندهم كلهم هوم ميد، يسوونهم بالبيت ويبونهم. ثاني شغلة اسم الكافيه سوينج كوفي هاوس، يعني شنو سوينج؟ سوينج ديرف. شوفوا كياتة، خاف الحين فجأة انسى نفسي واديرف قدام الناس. والله كل شيء وايد وايد، المكان وايد حلو وايد كوزي، وصج اجواء بيت، يعني في ديرفة وشوفوا شلون في مظلات وقعدات، وصج وايد كوزي. والله شكلي بطيح هني بسبت هالديرفة، عجيبة 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 والله. والجو وايد حلو تحت الظل، وايد المكان وايد عجيب. خلينا نروح الحين نشوف سرعة قهوتي وارد الديرف مرة ثانية. هذا الهيزلنت لاتيه وهذا الزعفران لاتيه، خلينا نجربهم الحين، ما اخلي شيء بخاطري. وايد عجيب، وايد جاي على سويت، ما تحسون مرورة القهوة. وايد هيزلنت لاتيه عجيب. الحين ابي اجرب الزعفران، زعفران زعفران، احس شيء وايد غريب. هذا الباشن تي، مشروب الصيف عندهم حق اللي يحب الشاي وما يحب وايد طعم القهوة. هذا الباشن تي الحين بجربه. عاد انا مو وايد مع الشاي او الايس تي، بس هذا حق اللي تابعوا سنابات من فترة انا وعقيل من بعد السفرة وايد حبينا بالباشن فروت، وهذا يا على حظي فاشن فروت. المكان وايد حلو، احس اكثر ناس راح يستفيدون من المكان الطلاب اللي موجودين بالمنطقه العاشره الاي او ام.